هلأ وصلنا أمريكا والحلم تحقق، فدخلت معهد تعليم الإنجليزي غير الأجانب غير الأمريكان، وكان في جاليات إسبانية واليابانية وعربية، فكنت أنا مختلط كتير مع الجاليات الغير العربية عمدا، وكنت حاطط جدول لحالي، بروح بصحى الصبح وعلى المعهد، بخلص المعهد بروح على الاكتيفيتيز الاجتماعيه، بخلص بروح بدر شوي بنام، وكنت حاطط هدف اني اثبت لحالي انه انا لسه عندي شويه ذكاء مدرسي، لان كان عندي بايام المدرسه بس بالجزائر تحطموا. فالحمد لله خلصت المعهد التوفل وجبت الثالث على الدفعة، وهذا أعطاني برضو بوست ثاني، وبعدين قررت إنه ما أدخل الجامعة دغري، إني أروح أدور على شغل، ولقيت شباب اثنين رايحين على المدينة الأكبر، وحكيت لهم أنا باجي معكم، وانتقلت معهم واشتغلت. أول شغل لي كانت بمطعم صيني، حكوا إحنا بدنا ديش ووشر، قلت له أوكي، ورحت اشتغلت ديش ووشر، بس شافوني بحكي إنجليزي مليح أكثر من الأونرية، هم أصحاب المطعم، حطوني حكوا لي انت خلاص خليك بس بوي، من بس بوي حطوني ويتر. هذا الموضوع كنت بشتغل تقريبا، مش تقريبا، كنت بشتغل 7 ايام بالاسبوع، تقريبا 84 ساعه بالاسبوع، يعني هذا دبل الزمن اللي بشتغله الامريكي. المهم هلا كنت بشتغل 7 ايام بالمطعم هذا، اشتغلت فيه لمده 6 سنين، تعلمت، يعني انا اكتشفت انه احنا كشباب جاي من الكويت عمره ما اشتغلنا ولا اشي، انه احنا بالمره مش خرج الواحد يعتمد عليه. علموني كل شيء، علموني كل حركه، لما اشوف مثلا اتمختر جاي من المطبخ معيش ولا شيء، قلت شو بسوي؟ بدفع لك فلوس عشان تشتغل 24 ساعه، فما تضيع ولا ثانيه، تروح بالصحن ترجع بالصحن، ما تسوليش تريبس ببلاش، روح وتعال. فعلمني يعني ذا هارد واي هذول العيله الصينيه، شغل يعني بحذافيره بصراحة. كان الكاش ممتاز بالنسبة لعمري وكان عالي، فاستطعت اني اشتري سيارة، استطعت اني يكون عندي شقة وافرشها واعيش حياتي، فصرت اعيش يوم بيوم. فقضيت العشرينات اني عشت حياتي بيوم بيوم، وكان في محاولات ادخل الجامعة، بس لاني بشتغل مع هدول وهدول بيعبدوا اشي اسمه شغل، كنت يعني بشغل من 9 الصبح ل10 بالليل كل يوم 7 ايام بالاسبوع، يوم الاحد يعني ها بنروح ساعه تقريبا 3. فكانت كل محاولات دخول الجامعه بقت بالفشل، فانا حكيت خلاص يمكن الجامعه مش لإلي. خلال هاي الفتره كنت ادخل على الاونلاين واتعرف على اخواننا العرب والفلسطينيه والاردنيه وهدول، وكلهم كان هذيك الايام كل واحد كان على الاونلاين بالتسعينات كانوا اكيد ماسترز ولا بي اتش دي، يعني كانت نخبوين بشكل كبير جدا. وكنت ألاحظ أنه لما نحكي بمواضيع معينة ما كان في اختلاف فكري بيني وبينهم كبير جدا، كنت دائما عندي أنه أنا مش لازم شهادة لأنه أنا ماشي حالي، أنا مطلع، أنا بسوي، فهذه هيك قضيت العشرينات تبعوني.